من باريس ينضم إلينا أحمد كيلاني مراسل الغد. ماذا لديك أحمد اليوم؟ كانت هناك تحذيرات وقرار لمنع التظاهر في جادة الشانزليزيه، هل خرجت السترات الصفراء رغم ذلك وأين أين انتشرت؟ نعم، يمكن القول اليوم أن خطة الحكومة اليوم نجحت في إعادة الأمن وفرض الأمن ومنع أعمال النهب والتكسير. التظاهرة التي انطلقت من ساحة دانفر غوشغو جابت العديد من الشوارع الفرنسية بهدوء بشكل هادئ وبشكل سلمي ووصلت إلى ساحة ساكري كوغ حيث نقف نحن الآن. هذه التظاهرة لم تتخللها أي أعمال مواجهات أو اشتباكات، ولكن قبل نحو ربع ساعة من الآن فقط تظاهر عدد من نشطاء السترات الصفراء في حي ستراسبورغ في الدائرة العاشرة في باريس. هذه التظاهرة اندلعت خلالها بعض المواجهات مع قوات الشرطة الفرنسية، استخدمت خلالها قوات الشرطة الغازات المسيلة للدموع. وزارة الداخلية الفرنسية أصدرت بيانا قبل نحو نصف ساعة من الآن ذكرت فيه بأن عدد المتظاهرين في جميع أنحاء فرنسا حتى الساعة الثانية ظهرا بلغ حوالي 8300 متظاهر في باريس فقط، من بينهم في باريس 3100 متظاهر. هذا يعني بأن عدد قوات الشرطة في باريس هو ضعف عدد المتظاهرين. طيب ماذا بالنسبة للجيش وقوات الجيش الفرنسية؟ قد تم الاستعانة لأول مرة منذ اندلاع هذه الاحتجاجات، تم الاستعانة اليوم بالجيش، كيف يبدو المشهد لديك وهل من ردود فعل على إقحام الجيش في تأمين الشوارع الفرنسية؟ حقيقة قرار الاستعانة بالجيش الفرنسي أثار جدلا واسعا في الساحة الفرنسية، خصوصا من قبل أحزاب المعارضة وخصوصا من قبل التجمع الوطني بقيادة ماري لوبين ومن قبل حزب فرنسا الأبية بقيادة جان لوك ميلانشون. هؤلاء وجهوا انتقادات لاذعة جدا إلى الرئيس الفرنسي واتهموه بأنه يحاول زج الجيش في مواجهة مع الشعب الفرنسي. على صعيد التظاهرات تحدثنا إلى العديد من المتظاهرين اليوم بخصوص هذا القرار. البعض رأى بأن هذا القرار يكون خطوة إيجابية لمنع أعمال النهب والتكسير. البعض اعتبر هذا القرار سابقة خطيرة قد يؤدي إلى مواجهة مع الشعب. البعض اتهم الحكومة الفرنسية بأنها سمحت للعديد من المخربين الأسبوع الماضي بالوصول إلى جادة الشانزليزيه ما أدى إلى أعمال النهب والتكسير، وذلك بهدف تشويه صورة حراك السترات الصفراء لدى المجتمع الفرنسي. شكرا جزيلا لك أحمد كيلاني مراسل الغد، كنت معنا من باريس.